في جذور، الناس دي قارية كتير وراقبت كتير واستنت كتير ولا ايه؟ هما كانوا لسه بيقولوا لي من يومين عندي في العيله، يعني كل الفلوس اللي انت صرفتيها على الكتب طول حياتك دي اخيرا جابت فايده، يعني لان انا كنت متعوده انا احوش فلوسي مثلا وانزل معرض الكتاب، او احوش فلوسي في الصيف وانزل اشتري صفه كتب واقعد اقرا، اخيرا بقى لها فايده اللي انت بتعمليه ده كله، يعني لانه ما كانش عندي فكره ان انا بعرف اكتب. يعني انا بدات اكتب مع المدونه، وبداوا القراء بتوع المدونه هم اللي شجعوني اكتبي اكتبي اكتبي، وانا من النوع اللي ما بعملش الواجب غير لما بسمع صوت الخرزانه يعني، فهم دول الخرزانه بتاعتي، فهم دول اللي عودوني اكتب. واكيد طبعا يعني كل الموروث اللي انا كنت بقرا فيه بقى طول حياتي ده طلع بقى في المدونه. طيب وانت بتوصفي في عايزه اتجوز، استعدادات اسره العريس واسره العروس لما يجي يهل الجلسه بيسموها ايه؟ يعني الجلسه الافتتاحيه، ان هو جلسه التعارف جواز الصالونات ده طبعا. كنت شايفه انه الحالتين مختلفتين تماما. تماما، هو اقصى حاجه بيعملها انه بيسيب بيته ويروح بيت تاني، فاقصى حاجه بيعملها ان هو بيخلي مامته تغسله الطقم، مامته اخته مثلا، وساعات لا فعلا اخته تكوه له وينزل خلاص. العروسه بقى موضوع تاني خالص، تنظيف وتظبيط، ويمكن يشتروا ايه، يمكن يعملوا انتري جديد، يمكن يبيضوا الشقه، يمكن، يعني بتبقى استعدادات فظيعه، مجهود بدني ومجهود مادي ملوش حل، وفي الاخر هو بيجي مش مقدر، لا انا عايز واحده شكل نيلي كريم، لا دي شكل نجلاء فتحي، لا مش عاجباني، لا لا لا. ففاهمه ان هو نظام بقى ايه، التكبر والتبطر، يعني يعني كل المجهود اللي الناس دي عاملاه محدش مقدره يعني. طيب انا الحقيقه يعني ماليش علاقه مباشره لا بالدار النشر ولا بيكون، اول مره اشوفكم النهارده، بس عندي حاله كده انبساط لانه في حاجه جديده بتحصل، انه في براعم في الادب، يمكن سوق جديد اتفتح سواء في الكتب او عوالم اخرى اللي داخلين على الانترنت. ده انطباع الناس اللي حواليكوا ايه؟ قولي لي يا غاده. اصلا انا ورحاب يعني احنا قعدنا نتنطط حوالي اسبوعين، يعني لما عرفنا ان اصلا في امكانيه ان احنا ننزل الكتب بتاعتنا. الميزه ان احنا ما سعيناش لحاجه، ودي حاجه تحسب لدار الشروق جدا، فالحاجه متاخده بمنتهى التلقائيه ومنتهى العفويه، زي ما اتكتبت اتجمعت، فدوت يعني موصل للناس حاله الصدق، ان ما كانش فيه وراها نيه انها تتكتب بشكل معين او انها موجهه لحد معين او كده. فاول ما استاذ سيف سلماوي اتصل بيا، فبيقول لي احنا عايزين بقى، او يعني عايز اعرف رايك اذا كنت موافقه ولا لا. فقلت له الحقيقه انت بتاخد رايي في ايه؟ انت عايز يعني اتصل بدار الشروق تتاكد ان في حد اسمه سيف سلماوي بيشتغل اصلا. انا قلت اكيد حد بيلعب عليا لعبه، وبعدين دار الشروق، فاللي هو يا خبر اللي هو اسمي ممكن يتحط جنب اسم مثلا اقول لك مين يعني ما يعني. فكانت فعلا يعني نقطة تحسب لهم جدا، ومخاطرة برضو، مش أي يعني مش أي حد يقول لحد تعالى كده أنت هنزلك الكتاب الأول بتاعك، برضو مش سهلة يعني. طيب أنا افتكرت حاجة، يمكن عامل مشترك في كتاباتكم الثلاثة، أنتوا الثلاثة اتكلمتوا كل مدونة ملهاش علاقة بالتانية يعني، إنما اتكلمتوا عن الطبيخ مش عارفة ليه، وبطيخ. موضوع الطبيخ إيه يا رحاب؟ زي هي غادة قالت الطبخ فعل حب، يعني انا بحس ان هو اي حاجه لازم تتعمل بمزاج، لازم تتعمل، الواحد يحط حته من احساسه فيها، حتى لو كان اللي انت كنت بتعمليه ده كانه بتحمري البصل، حتى لو كان رز بلبن، اي حاجه في الدنيا، يعني زي ما سعاد حسني بتقول اي كلام يتقال بحماس يستحق ان هو يتستمع بحماس، اي حاجه تحط فيها احساس هيوصل اكيد. ويمكن عشان كده انت بتقولي بتسالين الناس اللي حوالينا عامل يعني احساسهم ايه بالكتاب، الناس فرحانه جدا بينا ولينا وفخورين بينا جدا كده، والاحساس وصل لهم، يعني سعادتنا وعفويتنا، واللي احنا فعلا ما كانش زي ما غاده قالت مش في نيتنا اللي احنا هننشر وهنبقى كتاب كبار، وصلت لهم لوحدينا. طيب سؤال اخير للثلاثة، هو انه عرفتوا انه ان انتم محققين مبيعات عالية، دي كانت مفاجأة ولا كنتوا متأكدين بقى يعني وصلتوا لدرجة اكيد كنا متأكدين يعني، ما كانش عندنا شك في الموضوع ما شاء الله حقيقة يعني. يعني استغربنا بصراحة ان احنا جينا رقم 5 و7 بس. احنا انا ورحاب رحنا يوم التوقيع في معرض الكتاب، كان المفروض ده يعني ده اللي احنا داعيين فيه الناس كلها بقى، المدونات تعالوا تعالوا عشان خاطر تعالوا تعالوا احنا نبقى غلابة، تعالوا اقفوا جنبنا. هنوقع. عندك كام سنة؟ انا عندي 29.
فانا ورحاب رحنا قبل طبعا الساعه 2 واقفين على الباب، وانا الساعه 3 المعركه كانت الساعه 3، وانا الكتب بتاعي كانت خلصت لان كانوا منزلين كانوا منزلين حاجه قليله، فبداوا الناس بيجوا يسالوا فين الكتاب، فقال لهم لا مش موجود وانا عايزه امسك فيهم ارجوك هيجي كمان نص ساعه استنى بس استناني، واتصل بيهم في الدار ايه الكتاب بتاعي فين الكتاب بتاعي جاي يا بنتي جاي ايه الناس بتسال عليه، فاحنا قاعدين ورحنا قعدنا الساعه 3 الا ربع، فالناس بيقولوا 2:30 الناس بيقولوا لهم طب الكاتبات هنا عايزين يوقعوا، فالكاتبات مين احنا بنبص ورانا مين الكاتبات دول اللي هو احنا، فبداوا الناس يجوا بداوا الكتب تيجي يحطوا قدامنا صفه وتخلص يحطوا قدامنا صفه وتخلص وتمضوا ونمضي ومش عارفين نمضي ايه، واقول لرحاب غششيني ومش راضي تغششني زعلانة منك على فكرة. فبدأت لما الكتب بقى تروح كده وبدأوا الناس يجوا يسألوا والكتب مش موجودة ويكتبوا لنا على المدونات، احنا رحنا سألنا قالوا لنا تعالوا بكرة بس بدري، طب احنا اتصلنا وحجزنا نسختين، فبدأ بقى احساس النشوة ده بقى بالموضوع كل اللي بيحصل ده. غادة ورحاب وغادة، أي تجربة جديدة بيبقى لها مذاق جميل، مش بس اللي خدوا التجربة دي كمان للي بيراقبوها، وإحساس جميل الواحد بيخرج بيه من قراية اللي انتوا كتبتوه. تاني، دي مش دعاية لا للكتاب ولا للدار، دي دعاية للشباب ودعاية للأمل ودعاية لفكرة انه ممكن الواحد يحقق حاجة حلوة وهو صغير وهو مش مسنود وهو ما حدش اداله كارت كوسة كارت كوسة. في النهاية انتوا كنتوا عايزين تعملوا حاجة بتلقائية وبحب، وفي مهارة ما عندكم، مهارة حقيقية ما حدش يقدر ينكرها، عشان كده احنا فرحانين بيكم. شكرا يا غادة، شكرا يا رحاب، شكرا يا غادة. انا بشكر مشاهدنا، غدا نلتقي ان شاء الله بعد الفاصل، هيكون مع حضراتكم دكتور خالد منتصر. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في العاشره مساء، عياده دريم، الفقره الطبيه التي نلتقي فيها كل يوم اثنين. الحقيقه اللي خلاني النهارده اهتم بالفقره دي ان انا شفت ناس كتير قوي بيشتكوا من